إن شاء الله النهاردة هنبدأ في درس مساحة متوازي الإيه؟ الأضلاع. قبل ما نبدأ في درس مساحة متوازي الأضلاع لازم نتعرف على متوازي الإيه؟ الأضلاع. إيه صفاته؟ صفاته أنت كنت خدتها في رابعة ابتدائي قبل كده. حد عارف صفات متوازي الأضلاع إيه؟ دكتورة دعاء. كل ضلعين متقابلين متساويين. يعني إيه؟ يعني الضلع ألف دال، مين اللي بيقابله؟ باجي يبقى بي ايه؟ بيساوي علامه التساوي، شرطه هنا وشرطه هنا، او شرطتين هنا وشرطتين ايه؟ هنا. يبقى الاثنين دول بيساوي ايه؟ بعض. طيب وايه كمان؟ والضلع ده كمان ا ب، مين اللي بيقابله؟ باجي، يبقى بيساويه في الطول اهو. يبقى كل ضلعين متقابلين مالهم؟ متساويان في الطول. طيب ايه كمان الصفه الثانيه؟ الصفه مهمه جدا في الاضلاع برضه. احنا عايزين بس الصفات اللي هي ايه في الاضلاع، اما القطرين احنا مش محتاجينها في متوازي الاضلاع. دكتوره عائشه، كل ضلعين متقابلان متوازيان. كل ضلعين متقابلان متوازيان، يعني ا د يوازي ب ج، مش بيقابلوا بعض، يبقى متوازيين. يعني ايه متوازيين؟ يعني ايه ا د يوازي ب ج؟ يعني قد بعض، يعني ضلعين متوازيين يعني قد بعض. خدنا التوازي برضه في رابعه ابتدائي. يعني ايه؟ يعني ايه ضلعين يوازوا بعض؟ دكتور انس، يعني يكونوا فوق بعض. طب ما دول فوق بعض اهم متوازيين. متقابلين يعني هما متقابلين، بيقابلوا بعضهم بس يوازوا بعض كده. المنظر ده كده يوازوا بعض. دكتورة عائشة، أحسنت. يبقى هما مهما امتدوا مش هيقطعوا إيه؟ بعض. يبقى الضلعين ده هم يوازوا بعض، إن هما مهما امتدوا كده أو كده، مهما امتدوا من الجهتين كده أو إيه؟ أو كده، عمرهم ما يقطعوا إيه؟ بعض. لكن ده لما يمتد يجي كده صح؟ هيقطعوا ولا مش هيقطعوا؟ يبقى ده لما يمتد وده يمتد هيقطعوا إيه؟ بعض. يبقى كده بالشكل ده كده متوازيين. طب كده مهما امتدوا كده يبقى يوازوا ايه؟ بعض. زي حافتين المسطره، الحافه دي والحافه دي مهما امتدوا هيقطعوا بعض؟ يبقى دول ايه؟ الحافتين دول بيوازوا ايه؟ بعض. يبقى متوازيين يعني هما مهما امتدوا مش هيقطعوا ايه؟ بعض. هلاحظ بقى في الضلعين اللي بيقابلوا بعض في متوازي الاضلاع، مهما امتدوا كده هيقطعوا بعض؟ مهما امتدوا كده هيقطعوا بعض؟ يبقى اسمهم ايه؟ ضلعين متوازي. علامه التوازي على الرسم يا اما سهم هنا وسهم هنا، او سهمين، سهمين هنا وسهمين ايه؟ هنا. يبقى الضلعين دول بيوازوا ايه؟ بعض. طيب والضلعين دولت ا ب مش بيقابل ده ج؟ وقال لي كل ضلعين متقابلين مالهم؟ متوازيين. وايه كمان؟ ومتساويان في الطول. يبقى ا ب بيقابل ده ج، يبقى بيساوي في الطول وبيوازيه. يبقى ده هيوازي ده. هيوازيه يعني ايه؟ يعني بيساويه؟ بيوازيه يعني هما عمرهم ما يقطعوا بعض مهما ايه؟ ما امتد. يبقى بيوازوا بعض يعني عمرهم ما يقطعوا بعض مهما ايه؟ ما امتد. بيساويه يعني قده في الطول. يعني قده؟ يبقى معنى كده ده ا ب لو 5 سم، يبقى ده الجيم بكام؟ لو ا د 9 سم، يبقى ب ج بكام؟ لو ب ج ب 10 سم، يبقى ا د بكام؟ لو ا ب ب 6 سم، يبقى د ج بكام؟ لو د ج ب 7 سم، يبقى ا ب بكام؟ 7 سم. وطبعا قلنا بيوازوا بعض يعني عمرهم ما يقطعوا ايه؟ بعض. كذلك اهو ده متوازي الاضلاع، يبقى الضلعين اللي بيقابلوا بعض هيساوي ايه؟ وكمان هيوازوا ايه؟ بعض. ادي علامه التوازي، سهمين هنا وسهمين هنا. وألف ب هيوازي د ج، يبقى ده بيوازي ده. وهيساوي فين؟ في الطول. القطرين بقى، القطرين بتوعه قلنا الصفتين اللي في القطرين اللي هما بس ينصب كل منهما الايه؟ القطرين يعني القطر ا ج والقطر ب ايه؟ يعني اللي هيوصل ما بين راسين غير متتاليين. خدنا القطر اللي هو بيوصل ما بين القطعة المستقيمة اللي واصلة بين راسين غير ايه؟ متتاليين. الراس ا والراس ج، راسين ورا بعض؟ لا. فالقطعة المستقيمة اللي واصلة ما بينهم تبقى ايه؟ قطر.
والقطعه المستقيمه اللي وصلت بالباء ودال ايه؟ قطب. القطبين دول هيبقوا متعامدين على بعض؟ يعني هيعملوا مع بعض زاويه قايمه؟ لا. هل هما كل واحد او هما متساويين؟ قال لي برضو ايه؟ لا. الصفه الوحيده اللي متوفره فيها وخدناها في رابعه ابتدائي ان هو ينصب كل منهما الايه؟ اخر. يعني كل واحد بيقسم الثاني لنصين قد ايه؟ بعض. كل واحد بيقسم الثاني لقطعتين قد ايه؟ بعض. يبقى القلم ده بينصب ده، يعني كل واحد قسم الايه؟ الثاني لنصفين قد ايه؟ بعض. فاهم الصفات دي؟ جميل. احنا خلاص عرفنا الصفات اللي خاصه بالاضلاع، لان ده اللي يهمني دلوقتي. ان انا اعرف ان كل ضلعين متقابلين مالهم؟ متساويين في الطول وايه؟ ومتوازيين. عايزك بقى تعرف كمان معلومه مهمه جدا قبل ما نخش في ايه؟ في مساحه متوازي الاضلاع. لو انا عندي ضلعين بيوازوا بعض، عندي مستقيمين بيوازوا ايه؟ بعض. الشكل ده كده. ادي مستقيمين او قطعتين بيوازوا ايه؟ بعض. ايه مال؟ المستقيم ده مثلا ألف ذال، المستقيم ده مثلا جيم ذال. قال لي لو جبت عمود على ألف ذال، عمود وأسقطته على ألف باء، أهو هعمل عمود على مين؟ على ألف ذال. عمود يعني يعمل معاه زاوية إيه؟ قايمة. شايفين عمود؟ عامل معاه زاوية إيه؟ قال لك العمود ده لما يمتد على استقامته كده ويجي على جيم دال هيجي برضه ايه؟ عمودي عليه اهو بده كده على استقامته. ها عمودي عليه برضه ولا لا؟ قال لك الكلام ده بيحصل مع اي مستقيمين؟ اي مستقيمين محطوطين كده اللي عمودي على واحد فيهم يبقى عمودي على الثاني؟ لا، المستقيمين الايه؟ المتوازيين. المستقيم ده اهو بيوازي ده، فلما يجي اجيب عمود على واحد فيهم هيبقى عمود على الايه؟ على الثاني. يبقى العمود على جيم د هلاقي عمود على الف ايه؟ باء. والعمود على الف باء هلاقي عمود على جيم ايه؟ د. الكلام ده بيحصل في اي مستقيمين؟ ولا المستقيمين الايه؟ المتوازيين. معنى كده افهم بقى ان اللي هلاقي عمود على الف د في متوازي الاضلاع هيبقى عمود على مين؟ على باء جيم، طالما ايه؟ قطع. واللي هيبقى عمود على باء جيم هيبقى عمود على مين؟ ألف دال اللي بيقابله في متوازي الأضلاع لأنهم بيوازوا إيه؟ طب اللي هيبقى عمود على ألف باء هيبقى عمود على مين؟ على دال جيم. طب اللي هيبقى عمود على دال جيم هيبقى عمود على ألف باء. فهمنا المعلومة دي؟ فهمناها؟ هتفيدنا أوي. تعالى بقى نعرف حاجتين مهمين جدا. إحنا قلنا لو أنتوا فاكرين في أول المساحات عشان تجيب مساحة أي شكل محتاج إيه؟ ها؟ محتاج ايه؟ بعدين مش احنا قلنا المساحة حاصل ضرب بعدين؟ يبقى عشان تعرف مساحة أي شكل لازم تعرف البعدين بتوع الإيه؟ الشكل. كان في المستطيل البعدين بتوع الطول والإيه؟ والعرض. في المربع كان البعدين بتوع طول الضلع ونفسه، لأن الإيه؟ طول والعرض قد إيه؟ قد بعض. كان في المثلث البعدين بتوعه إيه؟ القاعدة والإيه؟ والارتفاع. والقانون بتاعه مساحة المثلث بتساوي ايه؟ نص القاعدة في الايه؟ في الارتفاع. قوانين مساحة المثلث كلها تتراجع. ليه؟ لأن أنت كل حصة تاخد ايه؟ قوانين جديدة. فلو ما بتراجعش القوانين القديمة كله هيدخل ايه؟ مع بعض. ولو القوانين طارت من دماغك يبقى الحل كله طار منين؟ من دماغك. القوانين معاك هتعرف تحل أي مسألة. حافظ القوانين هتعرف تحل أي ايه؟ مسألة، بس تكون حافظها بفهم. يعني ايه حافظها بفهم؟ يعني عارف ايه اللي فيها. يعني لما اقول مساحه المثلث بتساوي نص القاعده في الارتفاع ابقى عارف ايه القاعده وين ايه والارتفاع واي ارتفاع باخده ولا الارتفاع المناظر بس الارتفاع المناظر للقاعده اللي انا ايه واخدها والقوانين اللي عكس الايه الكلام ده لما نقول طول القاعده بتساوي طول قاعده المثلث بتساوي ترى هنا المساحه على ايه على نص الارتفاع نص ده مهم جدا النص ده ما بيتقاسش على ايه على في مساحه المثلث يبقى انا ما بقولش نص ده الا في مساحه المثلث مع القاعده والايه؟ والارتفاع. معايا؟ طيب لو انا بجيب ارتفاع المثلث دكتوره منى؟ ايوه مساحه المثلث على نص مين بقى؟ انا بجيب ارتفاع يبقى على نص مين؟
القعر. مفهوم الكلام ده؟ والكلام ده بيتعمل في مثلث كده. قوانين المثلث كده اهو يقدر يجمع لك في مثلث بالشكل ده كده. يجمعاني كده في مثلث. فوق كده مساحة الايه؟ المثلث. وتحت كده عامل لك ايه؟ ثلاث حاجات. نص الارتفاع او نص اسفل القاعدة. وهنا الايه؟ الارتفاع. والقانون طبعا هنا ضرب، هنا ايه؟ ضرب. هنا ايه؟ ضرب. هنا ايه؟ ضرب. يبقى هنا ايه؟ ضرب. وهنا ضرب. اما ده ايه؟ اسمه زي شرطة الكسر كده، عامله زي شرطة ايه؟ الكسر. فانا لو بقول مساحة المثلث هيبقى مساوي نص في القاعدة في الايه؟ في الارتفاع. لكن انا لو عايز القاعدة اللي فوق ده اهو اللي هو مساحة المثلث على نص الارتفاع. لو عايز الارتفاع يبقى مساحة المثلث على نص القاعدة. ها فهمنا؟ يبقى المثلث ده لما تعمله قدامك كده وتتخيله، لما تعمله مرة واثنين وثلاثة هتخيله فين؟ في دماغك. تقدر تطلع منه قوانين مين؟ مساحة المثلث اهو بيساوي نص في القاعدة في الايه؟ في الارتفاع. عايز اجيب القاعدة يبقى فين؟ مساحة المثلث على نص الارتفاع. عايز اجيب الارتفاع؟ مساحة المثلث على نص الايه؟ القاعدة. مفهوم الكلام ده؟ طيب تعالى بقى برضو البعدين بقى بتوع متوازي الاضلاع، مش احنا اتفقنا كل شكل له بعدين؟ البعدين بتوع متوازي الاضلاع برضو بيسموهم قاعدة وايه؟ وارتفاع. قاعدة؟ قاعدة وايه؟ قاعدة متوازن الأضلاع عبارة عن إيه بقى؟ قاعدة متوازن الأضلاع عبارة عن إيه؟ هي قاعدة المثلث كانت عبارة عن إيه؟ ها؟ ضلع من أضلاع المثلث. ولو أنتوا فاكرين قلنا أي قاعدة في أي شكل ضلع فيه، مش المثلث بس، قاعدة المثلث ضلع في المثلث، يبقى قاعدة متوازي الأضلاع ضلع في متوازي الأضلاع، ضلع من أضلاع الأربعة. يبقى أنا أقدر أعتبر إن أ ب إيه؟ قاعدة. وأقدر أعتبر ب ج، وأقدر أعتبر الضلع ج د، وأقدر أعتبر إيه الضلع أ د، قاعدة. يبقى ده أقدر أسميه قاعدة، وأقدر أسمي ده إيه؟ قاعدة. واقدر اسمي ده ايه؟ قاعدة. واقدر اسمي ده ايه؟ قاعدة. بس متوازي الاضلاع فيه ميزه حلوه قوي. مش احنا لسه قايلين ان الضلعين اللي بيقابلوا بعض بيساووا بعض؟ يبقى القاعدتين دول بيقابلوا بعض صح؟ يبقى بيساووا ايه؟ بعض. يبقى لو عرفت القاعده دي كانك عرفت القاعده ولو عرفت دي كانك عرفت ايه؟ دي. ما دي لو ب 4 سم يبقى دي ايه؟ يبقى انت لو عرفت اي قاعده من دول خلاص يبقى انت كده عرفت القاعده. يبقى القاعده ده هي القاعده ايه؟ القاعده ده هي القاعده ايه؟ طيب لو عرفت القاعده اللي فوق دي يبقى كانك عرفت القاعده اللي تحت، لانهم برضو قد ايه؟ بعض. يعني لو عرفت القاعده دي 8 سم يبقى دي بايه؟ لو عرفت دي ب 10 سم يبقى دي بايه؟ 10 سم. يبقى عند كل ضلعين بيقابلوا بعض بيساووا ايه؟ بعض. يبقى كل قاعدتين بيقابلوا بعض بيساووا ايه؟ بعض. يعني اعتبرهم قاعده ايه؟ واحد. القاعدتين دهم بيساووا بعض يبقى بعتبرهم قاعده واحد. القاعدتين دهم بيساووا بعض يبقى بعتبرهم قاعده واحد. يبقى كان متوازي الاضلاع دلوقتي اصبح له كام قاعده؟ اربعه. بعتبرهم كام قاعده؟ قاعدتين. هو له اربع قواعد بس كل اثنين قد ايه؟ واحد. كل اثنين بيقابلوا بعض قد ايه؟ واحد. فالاثنين اللي بيقابلوا بعض دهم قد بعض فممكن اعتبرهم قاعده ايه؟ واحد. والاثنين دهم بيقابلوا بعض فممكن اعتبرهم قاعده ايه؟ واحد. فهمنا الكلام ده؟ طيب يا استاذ الاحظ انا ان في قاعده هنا عندي كبيره شويه وقاعده صغيره صح؟ في متوازي الاضلاع كده دايما كده تلاقي ضلع كبير وضلع ايه؟ صغير. الضلع الكبير ده بعتبره قاعده الايه؟ الكبر. قاعده الايه؟ الكبر. قاعده الايه؟ الكبر. يبقى دي زيها قاعده الايه؟ الكبر. هي دي هتبقى كبرى ودي صغرى؟ مش الاثنين قد بعض؟ يبقى دي لو هسميها مش ده الكبير؟ وده الصغير؟
يبقى الكبير ده سميه قاعده الايه؟ الكبرى. ودي قصادها القاعده الايه؟ الكبرى. دي بقى القاعده الايه؟ الصغرى. الصغرى. ودي زيها؟ القاعده الصغرى. القاعده الايه؟ الصغرى. يبقى ده عند القاعده ايه؟ الكبرى. القاعده الكبرى. واللي بتقابلها؟ القاعده الكبرى. القاعده الكبرى. ودي؟ الصغرى. القاعده الصغرى. يبقى عندي قاعدتين في متوازي الاضلاع، قاعده كبرى وقاعده صغرى. واحد يقول لي بس هو اربع اضلاع، ما احنا اتفقنا بقى كل ضلعين بيقابلوا بعض بيساووا بعض، يعني يعتبروا قاعده ايه؟ واحد. فلو خدت دي هي لما تاخد، ولو خدت ده كانك خدت ايه؟ فعشان كده بعتبرهم قاعدتين، قاعده كبرى وقاعده صغرى. مفهومه الحته دي؟ عرفنا احنا كده الايه؟ قاعده متوازي الاضلاع. فاضل لي ايه بقى؟ الارتفاع ده عباره عن ايه بقى؟ تعالى نعرف الارتفاع متوازي الاضلاع. ارتفاع متوازي الاضلاع قال لي هو قطعه مستقيمه. هو ايه؟ قطعه مستقيمه. زي اي ارتفاع، ارتفاع المثلث كان برضو ايه؟ قطعه مستقيمه. يبقى لما اجي اقول لك انطق الارتفاع تنطق لي ايه؟ ولما بتيجي تنطق قطعه مستقيمه بتنطقها بنقطه واحده؟ ولا بنقطتين؟ نقطتين. اي نقطتين؟ لا. ولا بالبدايه والنهايه؟ بالبدايه. يبقى لما تيجي تنطق الارتفاع لازم تنطقها، هذه قطعه مستقيمه بالبدايه والايه؟ والنهايه. ما يجيش واحد اقول له انطق لي بقى الارتفاع يقول نطق ده نقطه. واضح كده؟ طيب يبقى ارتفاع متوازي الاضلاع هو قطعه مستقيمه نسميها بقى القطعه المستقيمه العموديه. معايا؟ قطعة مستقيمة ايه؟ عمودية. المرسومة بين اي ضلعين متقابلين فين؟ في متوازي الاضلاع. تاني كده عشان انا مش فاهم. قال لي قطعة مستقيمة عمودية. يبقى ارتفاع قطعة مستقيمة عمودية، لأن الارتفاع قلنا لازم يكون إيه؟ عمود. طب عمودي فين بقى؟ إحنا في ارتفاع المثلث كنا بنقول عمودي على ضلع من الرأس اللي إيه؟ بتقابل. لكن هنا بقى عمودي ومرسوم بين أي ضلعين إيه؟ متقابلين. إزاي؟ تعال نشوف ضلعين متقابلين كده، ألف دال وباء جيم. قال لي لو عندك قطعة مستقيمة بقى عمودية عمودية مرسومة بين الضلعين ده اهو، تبقى ايه؟ ارتفاع. طب هتبقى عمودية على مين؟ على أي ضلع؟ على أي ضلع ايه؟ فيهم؟ هتبقى عمودية عليهم الاثنين. خلاص؟ لأن احنا لسه قايلين اهو العمود على واحد فيهم هيبقى عمود على ايه؟ لأن الضلعين بيوازوا ايه؟ بعض. فالعمودي على ايه القاعدة دي هيبقى عمود على القاعدة اللي بتقابله. واللي عمود على القاعدة دي هيبقى عمود على القاعدة اللي ايه؟ اللي بتقابله. يعني الارتفاع بتاع القاعده دي هو الارتفاع بتاع القاعده ا د، والارتفاع بتاع القاعده د ج هو الارتفاع بتاع القاعده ا ب. يبقى الارتفاع اللي عمود على د ج هو الارتفاع العمود على مين؟ ا ب. والارتفاع العمود على الايه القاعده ب ج هو الارتفاع العمود على مين؟ ا ب. طب ورينا شكل الارتفاع يبقى عامل ازاي. انت قلت قطعه مستقيمه عموديه مرسومه بينهم، شايف الضلعين اللي بيقابلوا بعض اهم، يبقى القطعة تبقى مرسومة ايه؟ بينهم، بس عمودية، يعني نرسمها لك كده. أدي قطعة مستقيمة ايه؟ بينهم ولا مش بينهم؟ مرسومة بينهم ولا لا؟ بس دي عمودية؟ دي عاملة زاوية قايمة؟ لا، يبقى دي ما تنفعش تكون ارتفاع. دي ما تنفعش تكون ايه؟ ارتفاع. طيب أمال إيه يا أستاذ؟ قال لي بص كده، اعملها عمودية كده. تيجي عمودية على القاعدة اللي تحت أو اللي فوق، لأن اللي هتبقى عمودية على واحد هتبقى عمودية على إيه؟ على التاني أهي. هتبقى عمودية على دي، يبقى عمودية على إيه؟ على دي. لو سمينا دي مثلا هاء ودي إيه؟ واو. يبقى الارتفاع عندي اسمه إيه؟ الارتفاع عندي اسمه إيه؟ الارتفاع اللي عندي اسمه إيه؟ القطعة المستقيمة هاء. مفهوم الكلام ده؟ يبقى دي قطعة مستقيمة عمودية
بين الايه؟ الضلعين المتقابلين. يبقى اقدر اسميها ارتفاع ولا ما اسميهاش ارتفاع؟ اقدر اسميها ارتفاع. واحد يقول لي استنى بقى يا استاذ، طب ما انا اجيبها، ممكن اجيبها من هنا، ممكن اجيبها من هنا. ايه رايك؟ عموديه ولا مش عموديه؟ عموديه. واحد تاني قال لي ده يا استاذ انا ممكن اجيبها لك من اهو. ايه رايك؟ عموديه ولا مش عموديه؟ عموديه. واحد قال لي بقى بص بقى انا هقول لك بقى على حاجه كمان بقى. انا همد لك الضلع اللي تحت ده على استقامته، همد لك الضلع اللي تحت ده ايه؟ على استقامته كده، شايفين؟ وهجيب لك بقى قطع عموديه على امتداد القاعده اللي تحت دي. مش انت كنت قايل لنا اللي ايه؟ اللي عمودي على امتداد الضلع يبقى عمودي عليه؟ مش كنا قايلين كده في المثلث؟ اهو عمودي اهو. عمودي ولا مش عمودي؟ عمودي. وعمودي على اللي فوق ايه؟ كل دي قطع ايه؟ مستقيم. وعمودية ولا مش عمودية؟ عمودي. بين الضلعين المتقابلين ولا لا؟ بين. طب خد دي، انا همدي لك التاني اللي فوق. وارسم لك برضو قطع عموديه من هنا. كل دي قطع ايه؟ مستقيمه ايه؟ عموديه. نرسمنا كام ارتفاع كده؟ خمسة. نرسمنا كام ارتفاع؟ خمسة. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة. كلهم قطع مستقيمة عمودية بين الإيه؟ الضلعين اللي بيقابلوا بعض ولا لأ؟ يعني أقدر أسمي ده إيه؟ ارتفاع. وده؟ ارتفاع. وده؟ ارتفاع. وده؟ ارتفاع. وده؟ ارتفاع. واحد يقول لي ما أنت ممكن ترسمه من هنا عمود، ممكن ترسمه من هنا عمود، من هنا عمود. كل دي قطع إيه؟ عمودية ما بين الضلعين المتقابلين. اي واحد فيهم هيسميه ارتفاع؟ مين فيهم اللي هيسميه ارتفاع؟ اي واحد فيهم، اي واحد فيهم هيسميه ارتفاع. مش هو قال ان الارتفاع قطعه مستقيمه عموديه مرسومه بين اي ضلعين متقابلين، ودي كلها قطعه مستقيمه عموديه مرسومه بين الضلعين المتقابلين؟ صح ولا لا؟ يبقى اقدر اسميه ارتفاع ولا ما اسميهوش؟ اسميه ارتفاع. يبقى كده الارتفاع اللي هينظر القاعده الكبرى ده هيتغير؟ ما هو ما كذا ارتفاعه هيبقى متغير؟ لا، كل ده بيساوي بعض. كل ده جميع القطع المستقيمه العموديه بالمستقيمين متوازيين لازم يساوي ايه؟ بعض. يبقى انا لو قعدت اعمل ايه قطع كده اهو عموديه بين المستقيمين الايه؟ المتعامدين ده المتوازيين ده هم. اي قطعه مستقيمه عموديه بين المستقيمين ده هم المتوازيين، كل ده هيساوي ايه؟ هيساوي بعضه. كل القطع ده قد ايه؟ بعضها. يبقى انت لو قست الايه؟ الارتفاع ده من اول المسطره اهي لحد فين؟ شايفين الشرطه دي؟ اهي. هاخدها برضه اهي. هي هي ولا لا؟ هي هي ولا لا؟ هي هي ولا لا؟ هي هي ولا لا؟ هي هي. يبقى كلهم طول ايه؟ واحد. يبقى ده قد ده قد ده قد ده قد ده. فلو جاب لي الارتفاع ده 5 سم يبقى جميع الارتفاعات دي هتبقى ايه؟ 5 سم. لو جاب لي الارتفاع ده 3 سم يبقى جميع الارتفاعات دي ايه؟ 3 سم. يبقى بعتبرهم كلهم ارتفاع ايه؟ واحد. لانهم كلهم قد ايه؟ بعض. وصلت كده؟ بس لو جابوا لي مرسوم هنا اقول له ماشي، لو جابوا لي مرسوم هنا اقول له امين، لو جابوا لي مرسوم هنا اقول له ماشي مفيش مشكله، لو جابوا لي مرسوم كده اقول له ماشي. بس الارتفاع ده هو بقى بينظر انهي قاعده؟ القاعده الكبرى ولا الصغرى؟ الكبرى. الكبرى لانه هو عمودي على مين؟ على الكبرى. على
وصلت كده؟ طب تعالى هنا. احنا كده رسمنا ارتفاعات للقاعده الايه؟ الكبرى. وكلها قد بعضها ولا مش قد بعضها؟ طب تعالى في القاعده الصغرى. هرسم برضه ارتفاعات عموديه ايه؟ عاليه. تعالى. ها ده عمودي ولا لا؟ عمودي اهو. طب ما فيش الا ده؟ لا في. تعال. اي قطعه مستقيمه ايه؟ عموديه بين الضلعين المتقابلين اسميها ارتفاع ولا لا؟ اسميه. طيب تعالى كده. ها عمودي ولا لا؟ عمودي. لا عمودي اهو. طب ممكن اجيب عمود على الامتداد بتاع الضلع ده؟ ها؟ يجيب الشكل ده كده. عمودي ولا مش عمودي؟ عمود. يبقى ده ارتفاع ولا مش ارتفاع؟ طب ممكن يجي على امتداد ده كده؟ عمودي ولا لا؟ عمودي. كل ده قطع مستقيمة عمودية على الايه؟ على الضلعين الايه؟ المتقابلين دول. ومرسومة ما بينهم ولا لا؟ ومرسومة ايه؟ ما بينهم. تبقى ارتفاع لهم ولا مش ارتفاع لهم؟ طب يا ترى برضو كلهم قد بعض؟ مش هما الاثنين دول بيوازوا بعض؟ يبقى أي قطعة عمودية ما بينهم تبقى متساوية ولا لا؟ جميع القطع العمودية اللي ما بين الضلعين اللي بيوازوا بعض هتبقى متساوية ولا مش هتبقى متساوية؟ يبقى أي ارتفاع من دم بيساوي إيه بعض؟ يعني لو قلت لك ده 10 سم يبقى ده كام؟ 10 سم. يبقى ده كام؟ 10 سم. يبقى ده كام؟ 10 سم. مفهوم كده؟ يبقى أنا أكتفي بارتفاع واحد ولا لا؟ أكتفي بارتفاع واحد. اكتفيت بالارتفاع ده؟ صح. اكتفيت بده؟ صح. اكتفيت بده؟ صح. اكتفيت بده؟ صح. وليكن بقى أنا هنا هكتفي بده. وهنا هكتفي لي بواحد. هنسمي ده بقى لانه ده مين؟ ودي قاعدة ايه؟ صغرى. ودي برضو قاعدة ايه؟ صغرى. عرفنا كده الارتفاع؟ الارتفاع بقى ها بقى ميم. مش ده ارتفاع؟ مناظر لأنهي قاعدة؟ القاعدة الصغرى. القاعدة الإيه؟ الصغرى اللي هي ألف إيه؟ باء أو دال جيم. يبقى هيبقى عندي الارتفاع بقى ميم مناظر للقاعدة ألف باء وفي نفس الوقت مناظر القاعدة اللي بتقابله إيه؟ دال جيم. يبقى اللي هيبقى مناظر القاعدة دي هيبقى مناظر القاعدة اللي بتقابل. اللي هيبقى مناظر القاعدة ده هيبقى مناظر القاعدة الايه؟ اللي بتقابله. هلاحظ بقى القاعدة الصغرى الارتفاع اللي بناظرها قد ايه؟ والقاعدة الكبرى الارتفاع اللي بناظرها قد ايه؟ ها مين اللي أكبر ده ولا ده؟ اللي هو بقى ايه؟ مين؟ يبقى ده الارتفاع الأكبر صح؟ ارتفاع أكبر. وده؟ ارتفاع أصغر. يبقى القاعدة الكبرى يناظرها ارتفاع أصغر والقاعدة الصغرى يناظرها ارتفاع أكبر. فاهم كده؟ يبقى القاعدة الكبرى عندي الارتفاع اللي ناظرها لازم يكون ايه؟ أصغر. أنا عندي كده كام ارتفاع لمتوازن الأضلاع؟ ها؟ اتنين.
اتنين مش انا عندي كل قاعدتين بيقابلوا بعض لهم ارتفاع؟ اه. والقاعدتين دول بيقابلوا بعض لهم ارتفاع؟ اه. يبقى عندي كام ارتفاع في متوازي الله؟ اتنين. بس واحد بيقول لي يا استاذ الارتفاع ده انا ممكن ارسم قصاد ارتفاعات كتير بتساويه، هنعتبرهم كلهم ارتفاع ايه؟ واحد. والقاعده ده ايه؟ ممكن ارسم لها ارتفاعات كتير جدا متساوي، بس هنعتبرهم ارتفاع ايه؟ واحد. عشان كده يبقى عندي كام ارتفاع في متوازي الله؟ اتنين. ارتفاع كبير وارتفاع صغير. الارتفاع الكبير يناظر القاعده الايه؟ الصغر. والارتفاع الاصغر يناظر القاعده الكبرى. تعكسهم ايه؟ مع بعض. اهو قاعده كبرى يناظرها ارتفاع اصغر، قاعده صغرى يناظرها ارتفاع اكبر. ها وصلت؟ تبقى القاعده الصغرى يناظرها الارتفاع الكبير، القاعده الكبرى يناظرها الارتفاع الايه؟ الصغير. في حد عنده مشكله في دي؟ تعالى بقى نعرف ازاي نجيب مساحه متوازي الاضلاع. مساحه متوازي الاضلاع